أكلمك أول ما أطلع يا حبيبتي. أنت كنت بعمل حمام في الحمام بس، وأول ما أخرج أكلمك فيديو. ماشي. نشرت سارة سامح زوجة صلاح محسن لاعب النادي الأهلي منشورا يفيد بتمكنها من فتح الهاتف الخاص به لتكشف علاقتها مع عدة فتيات. ونشر الحساب عددا من الصور والمحادثات لمجموعة من الصور لمحادثات اللاعب مع بعض الفتيات. وكشف صلاح محسن لاعب النادي الأهلي حقيقة تعرض حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات لعملية اختراق وتسريبات مزعومة له لمحادثات له مع فتيات، مما أدى إلى حدوث أزمة معهم. وقال صلاح محسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. صدق الله العظيم. وبكده نكون وصلت الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.